بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل ومنه دايم نطلب التوفيق والسداد على بركة الله وحظه. تنطلق دفعة رابعة من انطلاقة شوطنا الرابع شوط الجعدان لأصحاب سمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل فالباب مفتوح هناك. أيها الأخوة الأسامي لامعة وكثيرة ومميزة هنا على أرضية هذا الميدان، ويتزين دائما الميدان بهذه الشعارات المزينة والجميلة. أسير إلى براق لمحمد بن يمعة بن صبيح الفلاسي ومن يدفع بنفسه على المركز الأول والمركز الثاني. الأسد الأسد متبكشر عن نيابه النعيمي هنا مع الأسد عبد الله بن سالم لخريبال النعيمي أيضا من يتواجد على ثاني المراكز. انتقل وياكم إلى سلهود سالم بسلطان بن رشيد السويدي النقله على المركز الرابع اللي في المركز الرابع وسواس سالم بن بخيت بن رشيد الشبي بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني أيضا بنتعرف عليه. أيوة النقله على ساشعار بالهلي من يتواجد مع الضبي أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي بينما اللي في المركز الساد سراب راشد بن سعيد العبيد بن خليفة الحميري. انتقل وياكم إلى المركز السابع وصل الوري على سابع المراكز أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي بينما ثامنا هناك من يأتينا أيها الأخوة شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم على المركز الثامن تاسع المراكز المحيط خلف بن مطر بن علوان الشبي. وفي المركز العاشر هناك من الجانب الثاني من يأتينا أيها الأخوة هملول لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع نابة بن سلطان بن رشيد. ها هي كانت النتيجة للعشرة المراكز الكوكبة العاشرة. خلف العشرة هناك أيضا أسامي لن يحندخولها. أيها الأخوة هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة. ما شاء الله يا الأسد قلت لكم هناك الأسد سلالة عريقة ومميزة شاهينية مميزة دائما عالمية هنا مع الشعار الأخضر مع النجمة الصفراء اللامعة التي قدمت من مدينة العين. فمرحبا دائما بهذه الشعارات الجميلة والمميزة. الأسد الأسد في المركز الأول لعبد الله بن سالم لهريبال النعيمي من يسيطر على المركز الأول. وسواس هنا في ثاني المراكز لا توسوس يا وسواس قدم شوي قدم قدم هنا مع السيد سالم بن بخيت بن رشيد الشبي. الله مع الوري ما شاء الله الوري ولا الظبي هنا الوري والظبي الوري والظبي ثالث ورابع المراكز مع كمبيوتر الخليج كمبيوتر الخوانيج أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. انتقل وياكم إلى المركز الخامس هنا شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم. المركز السادس وصل شعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع نابة بن سلطان بن رشيد من يقدم لنا هملول. وفي سابع المراكز شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن خدير. وفي ثامن المراكز سالم بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع سالم بن سلطان بن رشيد. وفي المركز العاشر شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن خدير. ها هي الكوكبة ها هي الكوكبة المميزة إلى مقدمة الشوط. فلنذهب إلى الصدارة نذهب إلى الصدارة. أين أنت يا مولع هناك في التحضير ولا هنا عند الفحص؟ ولكن اترقب الوري اترقب الوري. وصل شاهين وصلت الأسامي الباحثة مع الناموس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن مع الأربعمائة متر الأخيرة الأربعمائة متر الأخيرة وصل شاهين وصل شاهين وصلت كوكبة نادي الشبا. ما شاء الله اللحظات الأخيرة الوري وشاهين الوري وشاهين شاهين مع الوري الوري مع شاهين شاهين مع الوري. الميتين المتر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية والتي تفصل هنا شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع النقطة الثالثة ثهاني والناموس للمقام السامي. سلام 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 أيها الإخوة إلى زعبيل ومن زعبيل يتجه إلى المحمية المميزة التي تحتضن هذه السلالات الجميلة. تهاني الناموس. المركز الثاني أحمد بن عبد الله بالهلي. المركز الثالث سمو الشيخ ماجد محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع أحمد بن عبد الله بالهلي. المركز الخامس سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. تهانينا للمرة الثالثة على التوالي هنا بأرضية هذا الميدان لسيد
الفريدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، والتهاني موصوله للسيد حمد بن راشد بن اختي الاشتبي بمناسبه فوز شاهين وحصول هذا الشعار على النقطه الثالثه الاربع دقائق 37 ثانيه 48 جزء الثاني هو توقيت شاهين. تهانينا والناموس.